الفنانة عفاف شعيب بتقول إن حسن الإمام كان وما يزال مخرجا قويا في السينما، لكن لما أخرج للمسرح يا حلوة ما تلعبيش بالكبريت محققش نفس النجاح، ولما أخرج للتلفزيون صاحب الجلالة الحب لم ينل نفس الإعجاب. أرد بشدة. نمرة واحد، أيام يا حلوة ما تلعبيش بالكبريت كانت عفاف لسه كتكوتة صغيرة، ما شافتش لسه الأضواء. فطبعا عفاف شخصيتها المؤدبة الرزينة لا يمكن تقول هذا الكلام، أو يمكن سمعته من أي حد. يا حلوة ما تلعبيش بالكبريت على مسرح الريحاني قعد الأفيش بتاعها على رأي الفرنسويين سنة ونص، ما كانش لسه المسرحيات بتقعد بالسنة والسنتين زي دلوقتي، لا ده من 8 سنين 9 سنين، سنة ونص. وبالنسبة للتلفزيون استني، كان المسرح بالنسبة لي اللي أنا أخرجت عليه المسرحية دي مسرح الريحاني، ده اللي أنا اتولدت فيه فنيا. ما كانش مسرح الريحاني نفس المسرح ده، كان مسرح رمسيس اللي شفت نفسي فيه وأنا ولد صغير وبهتف بقول يعيش إلهي الفن يوسف وهبي، وبعدين من هاوي خطير جدا إلى فرقة الهواة. مسرح رمسيس كان فيه حاجة اسمها قسم الهواة الأماتير، شغلتنا نحضر البروفات ما ننطقش بنتفرج بس، ازاي عزيز عيد بيخرج، ازاي فاطمة رشدي بتمثل الصحراء، عائشة في الصحراء، وبعدين مشيت فاطمة رشدي جت زينب صدقي عملت كلير دي بوليو في ملك الحديد ازاي، ها قدام يوسف وهبي شخصية فيليب ديربلي ازاي، وازاي الفصل الاول الستارة بتنزل على يوسف وهبي يقول لها ايتها المخلوقة المتكبرة اعبدك ولكن ساحطمك. شوف فاكرين لسه الكلام، الحوار لسه فاكرينه. فالمسرح ده اللي اتولدت فيه شخصيا من هاوي لاول دور كومبارس في مسرحيه راسبوتين داخل المسرح عشان اعمل نص ركعه للمسبح، ها واقعد في الكنيسه لما يجي راسبوتين اقول راسبوتين مع الباقي فقط لا غير، الى ان ظهرت اول ما ظهرت في ولاد الفقراء الفصل الثالث دور الترجمان كان بيعمله ستيفان روستي، وبعدين ستيفان روستي ساب مسرح رمسيس راح فرقه فاطمه رشدي، فانا ادوني الدور ده عملت دور الترجمان. من ترجمان برضه في ولاد الفقراء دور زكي كان بيعمله الاستاذ فتوح نشاطي، وبعدين مرحوم ابو العيلة علي، وبعدين انا، لان انا اياميها كنت المساعد الاول في السينما لاستاذي الله يرحمه يوسف وهبي، عملت معاه مساعد 12 فيلم كان اخرها بنات الريف. يعني كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان المسرح لا ده سنه نجحت جدا، بس عفاف يمكن قالوا لها لان عفاف صغيره.